خويا هاد الكسيبة جناها من برا 15 يوم لقيت على الطبيب مراقبة ديال الطبيب في اسبانيا و15 يوم لقى مراقبة عطيه في المغرب والجودة مزيانة والثمن مزيان وراه الفلاح الجبار مكرفش شوية العقاد راه رخيص لك شي هادشي راه مزيان العقاد وكل شي أنا بغا شي عقد بالنسبة لكم شكون كتبيعوا هاد الكيلو؟ الكيلو 55 مرافقة زوينة حوالي 2200 2300 2000 أنا بغا شي عقد والفلاح الجبار راه مضروب شوية 15 يوم على الطبيب في اسبانيا و15 يوم في المغرب مراقبه ديال الطبيب اللي حنا الجوده ديال اسبانيا الحولي مليح رفيع مزيان ذبحنا منه كنا منه مزيان راه عمره ضاع الحمى بدش بحال بحال ديال المغرب بالنسبه للمواطنين هادو كبير خصوصا لا كنا منه شطبنا منه مزيان دوم عندنا الناس البارح والبارح وحنا الناس اليوم عندنا الناس عجبهم هادشي اللي عطا الله خويا. ها؟ مالا؟ كانت دعماتكم بخصوص هاد المواشي؟ لا ما كاينش تعويض، الناس اللي جابوهم مكرفسين شوية. مكرفسين الفلاحة مكرفسين وحايس الكوفي. حيت على الطريق 15 يوم على الطريق في اسبانيا و15 يوم على الطريق في المغرب والمراقبة والصير، الفلاحة ضاع شوية. تياخذوا هذا بزاف حيت رخيص والجودة مزيان 2000 2200 الحول مزيان بالنسبة لهذه المواشي المناطق اللي الان فيها المواشي كتبعوا ممكن تحدد لنا بلايص اللي كاينين لا انا ما عنديش على خبرة عندي انا في هذه النواحي ديال التمارة انا خدام في التمارة الناس اللي يقدروا يشريوا اللي يقدروا يشريوا يجيو مرحبا بهم الجودة مزيان الحولي راه رفيع عندنا منه رخيص لما ماشي عيط 2000 2200 2100 الحولي هادشي اللي كاين تنبيعوا 55 درهم كيلو ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي